اصبح دلوقتي لما الضغط زاد في معوقه قدام الكمبريسور في الديسشارج زون ولا لا؟ في معوقه الضغط الزياده ده، المعوقه دي بتمنع الفلو انه يزيد، بل زيادتها ممكن تنقصه. طالما نقصت الفلو في طرد الكباس هنا لازم ينقص في السحب، يبقى الماس فلو ريت ان نقصت. انا اتفقت ان انا لا غيرت الاي جي في ولا غيرت الحراره، يعني الرو بتاعت الهواء ثابته، يبقى الرو في الاي في الفي نقصت، الرو ثابته، الاريا طبعا ثابته، الفيلوستي بتاعت الهواء اللي داخل مالها نقصت. تعال ندرس التاثير ده على الريشه. الريشه عامله كده، في هواء بيدخل عليها بالزاويه الفلانيه دي ناتج عن السرعه بتاعتها يو كذا، وسرعه الهواء اللي داخل سي اكسل كذا، دي ثيتا ودي ده. حصل عندي ان السي اكسل نقصت لان هي ديت الفي اللي هي نقصت هنا دي، مع ثبات نفس سرعه الدوران نقصت طبعا بسبب نقصان الفلو بسبب زياده الضغط، الناتج ان السرعه الدبليو الجديده هتبقى عامله كده، يبقى في ثيتا 2، ثيتا 2 اكبر ممكن توصل لدرجه الايه؟ الانفصال. يبقى ممكن يحصل عندي ايه؟ ستول نتيجه زياده البريشر قدام الايه؟ قدام الكباس. زياده البريشر دي بتحتمل مثلا زياده الوقود مره واحده، لو انت مثلا طيار ورحت مزود الوقود بدل ما بتعمل كده، واتفقنا ان الحاله الترانزيانت مالها؟ مالها دواء. كده كده الطيار المفروض ان هو يزود الوقود من عند علامه 5 للعلامه 10 مثلا. في الحالتين سواء بطيء او سريع هتوصل للحاله 10. لا سي 10 كيلو جرام بير سكند وقود مثلا. بس مره واحده دي انت بتعمل ترانزنت كونديشن، ما تعملش تغيير فجائي. لازم يبقى تغيير ستيديو بالراحه كده. تمام؟ التغيير الفجائي هيخلي الضغط في الغرفه ماله؟ نتيجه التسخين الفجائي ده بسبب الوقود الزياده، البريشر في الغرفه البلينيوم او الحيز اللي الكباس بيطرد فيه، البريشر ايه؟ هيزيد. طبعا المفروض كل ما تسخن البريشر يزيد، فاتفقنا ان لو السيستم ده مفتوح كل ما تسخن البريشر يجي يزيد يروح منفس الضغط الزياده بره. ولكن انت عشان تنفس الضغط الزياده في الديفيوزر لازم تعدي على مين يا معلم؟ على التربينه، والتربينه تعتبر ثروتل، تعتبر خان، فالضغط هيزيد بسرعه لان معدل الزياده فيه اكبر من معدل نقصانه بسبب الهواء اللي بيهرب منين؟ او الهوت جاس اللي بتهرب من التربينه، فالبلينيوم ضغطه هيزيد فجاه، يعلى عن الضغط الديزايند بتاع الكمبريسور، فيقوم ساعتها بقى ايه؟ يقلل الفلو عن الديزاين فيقلل السي اكسيال، فلما السي اكسيال تقل مع نفس اليو اللي بتاعت الروتيشن الدبليو زاويتها هتفتح، يحصل عندي سيباريشن. يبقى الزياده الفجائيه ديت هتخلي بقى السيباريشن ده يعمل ايه؟ يعمل كومبريسور او البريشر رايز ايه؟ كابابيلتي. تمام؟